القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211 أصبح ميلان الإيطالي على ما قرب من الحصول على خدمة اللاعب الأرجنتيني لوكاس بيليا لاعب وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق. وضحت التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن إدارة الروسونيري تعرض على اللاعب راتب سنوي 3 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة. تصنيفات الخبر الدوري الإيطالي بيليا ميلان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.